في عالم طغت فيه المادة على كل شيء، وأصبح المقياس الوحيد لقوة الإنسان ثروته في البنوك. دوت في السماء صرخة إلهية لعلنا نفوق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نفرض أن هناك رجل معه 1000 دولار، أقرضهم لمحتاج على أن يردهم بعد شهر 1100 دولار. الظاهر أنه ربح 100 دولار، ولكنه ربحها من الربا. ونفرض أن هناك رجل آخر معه 1000 دولار، وتصدق على محتاج ب100 دولار، فأصبح معه 900 دولار. الظاهر أنه خسر 100 دولار، لكنه تصدق بها. لو حسبناها بالورقة والقلم، نجد أن الأول زاد ماله والثاني نقص ماله. أما بالقانون الإلهي فالأمر يختلف. الأول سلك طريق الربا وهو يعلم أنه محرم، فكان العقاب الإلهي يمحق الله الربا فينقص ماله ويذهب ويحرم بركته، ولا يقبل منه صدقة ولا حج ولا صلة. وإن أنفق ماله لم يؤجر عليه، بل يكون له زادا إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة. وأما الرجل الثاني فعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فيبارك له في ماله وينميه ويكثره ويجزل له العطاء في الدنيا والآخرة. وهنيئا له بدعوات صالحة لا تنقطع من الفقراء والمحتاجين. والله لا يحب كل كفور القلب مصر على كفره، مستحل لأكل الربا، أثيم في القول والفعل، متماد في الإثم والحرام ومعاصي الله. جزاكم الله خيرا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.